لالال بونجور. هاي تينا، كيفك اليوم؟ تمام وانت؟ خبرينا شو عنا اليوم. في عنا وصفتين، اول وحده هي الباميه، بس بعرف انه كل بيت بيعرف يعمل باميه، بس على الطريقه اللبنانيه. على الطريقه اللبنانيه اكيد. اليوم وصفتنا هي الباميه يلي بدنا ندخلها البرغل، بدنا ندخل الحمص الحب. وشو بتتميز وصفتنا؟ بعرف انه نقول باميه نحن بنحكي على بصل، ثوم، كزبره، مزبوط، موجودين، بس بدنا نضيف لهم البهارات. يعني اليوم وصفتنا بتتميز بالبهارات يلي معمولين. شو هن البهارات اليوم بدنا نحط؟ واو، كتار البهارات اليوم. ايه كتار. ما هي بامية عادية، بس هي البهارات يلي بدنا هيك طيبة. اليوم بدنا نضيف شوية من الجينجر باودر، شوية من الكاري، قرفة، جوز الطيف، كبشة قرنفل، ملح، بهار أبيض. كل هول المقادير بدنا نمزجهم ونشتغل بالبامية. وصفتنا الثانية إذا ضل عنا وقت، اليوم حبيت أشتغل هيك بفارينات من الأفوكا. يعني اليوم جبنا أفوكا طحناه مع شوية من الحامض والملح، على جنب بدنا نلوح الفطر الطازة مع شوية من الثوم وشوية من السمسم، بالإضافة من الصويا صوص، وبدنا نضعهم على بعضهم. اليوم بدي أقول أنه هيدي وصفة فينا نعملها، يعني نجيب باجيت خبزة نقطعها، نحط شوية من الزيت والأوريغانو بالفرن ونغطي وصفتنا بالخبزة. خلينا هيك نبلش بالبامية. لكن بطنجرة على نار وضعنا شوية من زيت الزيتون. هلأ اليوم بدي أقول انه اليوم فينا نشتغل بالباميه الطازه اكيد، مثل ما فينا نشتغل بالباميه المجلده. واليوم على بالي هيك اقول للمشاهدين انه اذا بدي اشتغل بالباميه الطازه اكيد ممكن في كثير بيقلوها، في بيشوها. انا شخصيا بحب اشويها شوي بالفرن قبل ما اضيفها على وصفتي، مثل ما فينا نقليها. يعني بالزمانات كانوا يقلوها، ما بعرف حدا بيقلي. اما بدي اقول اليوم للمشاهدين انه حتى الباميه المجلده تينا انا بجيب هي ومجلدة، بضعها بصينية، بحط لها شوية من زيت الزيتون، بحمل الفرن 180 درجة وبدخل وصفتي لمدة 10 دقائق بقلب الفرن قبل ما أشتغل فيها. لو بدي لوحها على نار. واليوم ما حبيت أشتغل بالبصل الصغير، حبيت أشتغل ببصل الجوانح. هيك لنغير شوي وصفتنا، بيمشي مع البامية كمان أكيد. لكن اليوم حبينا نشتغل بكبرة الطنجرة. كبرتها تعرفي هلا الصيام يعني بدها تكفي. لكن وضعنا بصلة، حبيت اشتغل بالشوابير بس اكيد نشتغل بالبصل الصغير المفروم الصغير اللي معودين عليه. بصل، ثوم، كزبرة. اليوم مثل ما قلت انه فيي اشتغل بالكزبرة الطازة، مثل ما فيي اشتغل كمان بالكزبرة المجلدة حسب نحن هون شو بنحب. هلا نحن كمان ما بدنا نحط كثير وقت البصل لانه ساقبته، لوحناه هون شوي على نار كمان قبل. لكن بصل، ثوم. هيدي بتتاكل دافية سخنة أو باردة دلال؟ فينا ناكلها باردة، فينا تاكل باردة أكيد، مثل زيت طريقة البامية. لكن بصل، ثوم، كزبرة إذا طازة بنكون فارمينا صغير، فارمينا، بندورة، برغل. اليوم بدي أحكي شوي على البرغل، وبدي أقول إنه البرغل نقعته قبل ما لوحه مع المقادير بدي اشتغلها. ما في لزوم نطبخه ما في كامل يعني. لا لا عم بحكي على حمص مسلوق، مسلوق. اكيد عم بحكي على البهارات الشهيره. واكيد بدي اختم، او اول ما احط الباميه بدي اوضع شويه من الحامض. اليوم انا اذا بتساليني شخصيا بشتغل الباميه حط لها دبس الرمان مع الحامض كمان بتعطي نكهه كثير طيبه، بس اليوم لانه بدي اضيف شوي من الكبش القرنفل وكاري رحنا بغير نكهات، رحنا بغير نكهات. هلا عم ضيف الكزبره، لكن بصل، ثوم، كزبره،
بندورة طازة. اليوم عم نحكي على بندورة طازة، بندورة اللي عنا إياها بالبيت. ما بدي أقشرها، بدي أفرمها صغير، بدي أضيفها على مزيج البصل والثوم والكزبرة يلي على نار. واليوم بدي أقول تينا أنه هيدي وصفة، اليوم حبيت هيك أطلع شوي من العادة وأمزج البرغل مع الحمص. بس اليوم بدي أقول للمشاهدين أنه أنا اليوم عبالي أكل البامية العادية اللي أنا بعملها، بشتغلها بزيت الطريقة، يعني البامية بس بضيف البهارات اللي اليوم بدنا نغير فيهم. يعني شوي من الكاري، من الجنجر، كبش القرنفل، قرفة، جوزة الطيب. رح نحط البندورة. اليوم عم بحكي على بندورة مفرومة، فينا نضيف عصير البندورة. حلو، روايح طيبة. هذه وصفة هيك سهلة وسريعة. بضل عنا هون البرغل، الحمص، البامية. سو اخر شيء بنزيد البامية دلال؟ هلا بدنا نحط البرغل، اخر شيء بدنا نحط الحمص. اوكي، هلا البامية اذا مثل ما قلتي فروزن وشويناها شوي بالفرن ما كثير بدها وقت تستوي، مش هيك؟ اكيد. لكن خلينا نرجع نعيد، بصل، ثوم، بندورة، كزبرة بدها تعطي نكهة، فينا نشتغل بالمجلدة أو الطازة، شوية من البرغل، فينا نضيف المي. اليوم أنا ما راح أحط مي، بس فينا نضيف شوية من المرقة. البندورة بتنزل كمان شوية مي. البندورة بتنزل. وضعنا البامية يلي شويتها بالفرن، ضفت لها شوية من زيت الزيتون تكون هيك نكهتها أطيب. على طول على طول تينا وقت ما نحط البامية نضيف شوية من الحامض بعد ما ضفنا البهارات. لكن متذكر نحن شوينا البامية بقلب الفرن. هلأ بدنا نضيف البهارات، بدنا نختم بالحمص. سو بنرجع بنعيد، في كاري، في جينجر، كبش قرنفل، قرفة، قرفة، جوزة الطيب، ولا جوزة الطيب كمان، وملح. حطينا الكاري، بهار أبيض، جينجر، قرفة، كبشة قرنفل، جوزة الطيب. برافو، حافظيهم من لونهم من اللون، من الريحة. الريحة حلو. هيدي هي وصفتي. هون في عرقلة، أنا اليوم عبالي هيك أكلها بلا صوص كتير، بس في عرقلة، في على جنب حط شوية من عصير البندورة مع شوية من المي وضيف عليهم، في ضيف شوية من مرقة الخضرة إذا عندي بالبيت ضيف عليهم، مثل ما في هيك قدمها بهيدي الطريقة. بضل عندي حط شوية من الحمص لانتقل لوصفتي الثانية. لكن برغل حلو إنه كاملة وشبيعة، يعني شبيعة بوجود الحمص والبرغل. ما بقى في لزوم نحط رز او شيء حدا، يعني حنتركها على نار خفيفه لننتقل للفطر مع الثوم. وصفتنا الثانيه، البهارات بدنا اياهم بعد؟ لا. لكن هيدي اول وصفه تينا، هي وصفة سهلة وسريعة كمان، يلي بعد لهلا ما عارف شو بده يطبخ. ايه سريعة، سريعة وسهلة وكثير طيبة كمان. أما وصفتنا الثانية
خلينا هيك ننقلها لهونيك. اليوم عن شو عم بحكي؟ اليوم عم بحكي اليوم حبيت اشتغل بالافوكا يلي طحنته يلي ضفت له شويه من عصير الحامض بالاضافه لرشه من الملح وبهار الابيض. اوكي. اليوم عم نحكي على فطر طازه. شو هي وصفتنا لليوم؟ طحنا الافوكا وضعناه هون على جنب، اليوم بتقولي لي انا ما عم بالي كثير افوكا، بقول لك فينا نستبدل بهاليون بحيلا شيء عنا اياه بالبيت او منحبه. اليوم حبيت اشتغل بالفطر الطازه، لكن هيدي وصفه خلصت، وصفتنا الثانيه هي الفطر طازه يلي بدنا نلوحه على نار مع شويه من الزبده او الزيت. على طول بدي اقول انه الشامبينيون يلبق له الزبده. فينا نشتغل بالزبده اللايت نكهه. خلينا نحط شويه من الزيت نقطه. لكن شو هي وصفتنا؟ بدنا بمقليه على نار وضعنا شويه من زيت الزيتون شويه من الزبده، بدنا نضيف حص من الثوم. عنا ثوم اثنين ثلاثة، فينا ما نحط ثوم يلي ما بحب. أوكي. وبدنا نلوح الفطر الطازة. اليوم حبيت اشتغل بالفطر الطازة يلي قطعته لأربعة خمسة يعني فرمته شوي. بدي اضيف لهم شوية من السمسم، شوية من حبة البركة، شوية من الملح، بدي طفيهم بالصويا صوص وبدي اقدمهم مع الافوكا. اليوم بتقلي لك في عندك رمان، فينا نشتغل بالرمان بحيلا شيء. خلينا نحطهم كلهم عنا اياه بالبيت. لكن بدي لوح الفطر مع الثوم. اوكي. بدي طل على الباميه مع البرغل. اكيد ما بدنا ننسيها للباميه. ما بدنا ننسيها. قربت تخلص. سو هون الثوم بنخليه بدنا نخليه بالرسات هيك بدنا نشيله. لا بعدين بنشيله يعني. اوكي. احنا بدنا نعطي نكهه بعد ما ينكه الزبده والزيت. والزيت صح؟ بدنا نرجع نضيف الفطر. واليوم برجع بذكر وبقول انه هيدي وصفه فينا نجيب الخبز ياما ما تبقى اذا بقي عندنا باجيت هيك بقول بلا ما نجيب اذا عندنا باجيت بالبيت بقي بنقطع الباجيتات لشقف بنحط لهم شويه من زيت الزيتون شويه من الاوريجانو بنضعهم بقلب الفرن لمده 5 لـ7 دقائق بنشيلهم بنحط الافوكا عليهم وبنرجع بنغطيهم بالشامبينيون. حلو. بدنا نرجع نضيف شوية من الصويا صوص، ملح، سمسم، حبة البركة، شوية من الدراي توميتو أو البندورة الكرزية، أو فينا حتى ما نحط بندورة يعني حسب شو عندنا بالبيت. أو بلكي على الوجه بنحط بندورة كمان فينا بالآخر. بس البندورة المجففة بتعطي نكهة. هيك نكهة طيبة. طيبة ما في افوكا مع الشامبينيون كثير طيب. ما ضفنا له كريم فريش ولا شيء يعني مثل ما هو فينا ناكله. رح نحط له شوية من حبة البركة. شوي كثير. على دلال. ما نخلي شيء. لكن عنا حبة البركة مع الفطر مع الزيت والزبدة مع الثوم. شوية من السمسم. أنا اليوم حبيت أشتغل بالسمسم المحمص. أتركه لآخر شيء. شوية من الفطر من البندورة المجففة ما فرمتها تركتها مثل ما هي. حتى فينا الافوكا نحط معهم البندوره. البندوره كمان بتطلع طيبه. بتطلع طيبه. بدنا نضيف شويه من الملح والبهار الابيض ما تبقى فينا. من البهارات الشهيره. من البهارات الشهيره. دقيقتين رح طفي.
شوية من السمسم لكن فطر، زيت، زبدة، ثوم. اليوم عم بحكي على ثوم مقشر، بندورة كرزي أو بندورة مجففة، شوية من حبة البركة والسمسم. ما خلصت وصفتنا، لأن بدنا نضيف لها شوية من الصويا صوص. دليلي أنا ما عندي صويا صوص، بقول لك فيه استبدل بالفينيجر بلزاميك، خل البلزاميك يلي كمان بيطلع طيب. بدنا نبلش نعبي البارين بالأفوكا. قدي بعد عنا وقت؟ أحس الشامبينيون مع الصويا صوص. حلوة ريحة. الوصفة كثير طيبة. هلا الصويا شوي شوي بتخف. بتخف. بيسمكوا كلهم على بعضهم. أنا رح بلش عبي الفارينات، أتركهم. شو رأيك؟ يلا. حتى اليوم بدي أقول إنه هيدي وصفة أنا بعملها ساندويش وبكلها طيبة كثير. يعني كمان فينا نحط الأفوكا. الأفوكا بس مع سنين مع شوية ملح وبهار، مع شوية ملح وبهار وعصير حامض، شوي حامض هيك بحافظ على لونه، على لونه. فينا نضيف له زيت، بده زيت بيحمل زيت أو مش ضروري؟ له زيت. أوكي. طفي هون تحتهم هول. طفي. والبامية شو وضعها؟ بفتكر كمان كفيها البامية لما بدنا اياها تهلوت كثير. هي بدنا ننتبه لها انه ما بدنا البامية تهلوت كثير، كثير طرية زيادة عن اللزوم. فينا نحط ليفل. هنكتفي هون. فينا نمعص الأفوكا، فينا نطحن الأفوكا، خليه شوي يشقف يعني سميكة. اوكي. فينا نحط السمسم بقلب الأفوكا كمان بيطلع طيب، لأنه الأفوكا والسمسم كثير بيلبقوا. فينا نعبي. لازم نعبي. هيدي مانا اوبسيون. بدك تعبي. حلوه هيدي مثل انتري قبل عشاء، قبل غدا. ايه حيلا شيء. فيها ترافق سلاد يمكن حتى سلاد خضراء. بعدين اليوم مثل ما شفتي مع الصويا صوص والصوص رح نشيل الثوم. في ناس بحبوا ياكلوا الثوم الا اذا بدنا نحط فخ لحدا من المعازيم. بتعرفي انا كثير بحب الثوم، مشوي بهالطريقه كثير طيب. ايه ما هو ببطل بحرحر هيك. هلا اليوم عزيمنا ما بحبوا الثوم رح نشيله. بس هو طيب الثوم المقلى. بدنا نشتغله بهيدي الطريقة مهضومين؟ بسيطة بسيطة وسهلة وطيبة، ما بدها وقت كثير. فينا نطحن البروكولي بيطلع طيب كثير معه بدل الأفوكا. بدل الأفوكا فينا نطحن البازيلا. بازيلا حسب حيلا نوع من الخضرة يلي نحن كثير دارج هلا البازيلا عم بينعمل فيها هيك وصفات مختلفة. مختلفة بيوري البازيلا. جمعة بنعمل شيء بالبازيلا قاطية. طيب نحن رح ناخذ وقفة مشاهدينا، ومن بعدها رح نشوف كيف نهت الديسبلاي للأفوكا وللبامية دلال.
هاي رانيا. بونجور. هاي رانيا. كيفك انت والبامية؟ منيحة البامية. منيحة. كلها فيتامينات. كلها شو؟ كلها فيتامينات. كلها فيتامينات اكيد. حديد ومحاديد وكذا. عملناها بامية قاطعة ولا كان؟ عملناها بامية قاطعة اكيد. بس هيدا شو؟ حمص وبرغل. برغل. برغل. حطينا حمص وبرغل. عملنا بامية اليوم مختلفة. مختلفة لأنه حطينا لها الجينجر باودر والكاري، شوية من القرفة، جوزة الطيب، كبش القرنفل، ملح، بهار أبيض، واشتغلناها زيت الطريقة بس البهارات، وضفنا لها برغل وحمص. لا حلو إنه زدنا برغل وحمص. والفرينات. الفرين اشتغلنا بالأفوكا يلي طحناه مع عصير الحامض، شوية من الملح وبهار الأبيض، وعلى جنب لوحنا شوية من اللوز. شوية من الثوم فطر طازة. رجعنا ضفنا شوية من السمسم حبة البركة. وختمنا بالصويا صوص مع الدراي توميتو كمان، واشتغلناهم. هلا بحب يضف لهم دجاج أو لحمة اكيد في او اريدس كمان. بس عم تجربي تعملي قواطع هالاسبوع؟ لانه اول اسبوع بالصوم. تمام حلوين. بفتكر صح، بفتكر الفارين لحالها يعني هي هيك كاملة. ميل خفيف مهضومه والمكونات هيك مختلفين يعني مخلطينهم سوا. فينا نعمل ساندويتش افوكا مع بالباجيت. كمان طيبة. طيبة. او نجيب باجيت هيك نقطعها مثل ما سبق وحكينا، نحطها بالفرن ونغطيها بالافوكا المطحون مع الفطر الطازه. حلو. او حيلا شيء من الخضرة يعني، فينا نحط الحمص. كثير حبيت البلانت. دايما زهرة ستلالة جاي من البيت. وأحنا هيك عنجد دايما هيك الدكار بيفتح القلب عن دلال. دلال أفكار مهضومة وهينين اليوم كانوا وصفاتنا. رح ناخد وقفة ومكفينا.